صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم بيقضوا نهار الجمعة معنا، واللي ما عارف شو بعد بده يعمل اليوم للغداء، شف نادين أسيس معنا تتخبرنا أكثر. بونجور نادين. هاي. كيفك شايفة؟ صباح الحمد لله. شو رح نحضر؟ اليوم حنكون عم نعمل مالاي تشيكن. مالاي تشيكن هي كنية عن صدور الدجاج، أو في أعملها كمان بإفخاد الدجاج. الصوص تبعولتها رح بتكون باز يعني حرة، على فيها نكهة البصل، فيها نكهة الثوم، زيادة عن هول كلهم حيكون فيها كريم فريش. يعني صحيح هي انديان بس فيها هيك التاتش الفرنسوية شوي، مجرد ما حطينا بقلبها الكريم فريش شيء كتير طيب، بس كمان very easy. وهلأ إذا بدنا نحكي عن الكوست، ما بقى فينا نحكي كوست لأنه ما بقى في شيء طبيعي بالأسعار، بس فينا نكون عم نعملها جست مجرد ما عنا الدجاج والكريم فريش، أكيد بصل وثوم والبهارات أوريدي موجودين بكل بيت. هلأ زيادة بدي أقول، هلأ أنا عم بطبخها، إذا ما عنا كريم فريش بقدر أكون عم بستبدل الكريم فريش بالحليب. مرة الماضي قلتها أنا أنه في حكون عم بحط كباية حليب مع ملعقة كورن فلاور وملعقة زبدة، بيعطيني تقريبا نفس الطعمة تبع الكريم فريش. نبلش. عم نشوف قدامنا على الطاولة، اوريدي حكيت عن لكن اول شيء نحن عندنا صدور الدجاج، لكن بحاجة لصدر الدجاج. بصل، البصل طحنته طحن على الاخر، يعني مش فرمته ناعم، يعني بدي انا الاونيون بيست، يعني بديها مطحونة على الاخر. صحيح. نفس الشيء الثوم، نفس الشيء الزنجبيل، يعني ثلاثتهم طحنتهم زنجبيل فريش انا اليوم استعملته. فينا اذا ما عندنا الزنجبيل فريش في يكون عم بستعمل الزنجبيل الباودر، بس الفريش هو اللي بيعطيني النكهه المضبوطه اللي انا بديها. الباودر مضبوط. فثلاثتهم الثوم والزنجبيل والبصل بدهم يكونوا مطحونين على الماشين. انا بحاجه كمان للبهارات، البهارات اللي بحاجه لها الكزبره اليابسه، كمون، بهارات الدجاج ورشه بهار ابيض، واكيد ملح. الكريم فريش اوريدي قلت انه بحاجه لكريم فريش، وبقدونس مفروم ناعم حتى نحطهم بالاخر. لهلا المكونات هينين جدا. نشوف قبيله حنكون عم نعمل رز، بس كمان الرز حيكون مطبوخ مع البصل مع الثوم مع الزنجبيل، يعني مش بس رز ابيض ومفلفل، لا حيكون في بقلبه كل هول النكهات. جينجر اند اونيون. مزبوط. يا هلا شو رح نبلش اول شيء؟ رح نبلش اول شيء رح احط ملعقه زيت. مع ملعقه سمنه او ملعقه زبده. اوكي. هي مشهوره هيدي الطبخه بانه بده يكون في بقلبها هيدي التاتش تبع السمنه او الزبده. هلا برجع وبقول انه اذا بدنا فينا نطبخها بس بزيت، في حتى محط زيت، يعني اذا كانت الطنجره تبعولي ما بتلزق في اشوي الدجاج اوتوماتيكلي وكب فوقه البصل. هو الزيت اكثر شيء ما تلزق يعني. مزبوط. والزبده دائما بنعرف بتزيد نكهه صغيره، بتعطي النكهه. صحيح. وهون نفس الشيء رح احط كمان شقفة صغيرة مع شوية زيت. طنجرتين بلش فيهم نفس الشيء. لا هون طنجرة للدجاج، طنجرة للرز. مزبوط. ونفس الشيء حطينا تقريبا. مزبوط. زيت وزبدة أو زيت وسمنة، أو في زيت بس مش ضروري. على الحل أو بلا زيت كمان. في كمان بلا زيت. هلا لحط الدجاج. هون اخذت صدور، صدورة الدجاج فرمتهم مثل الطوق. لاحظت لانه قطع صغيرة. مزبوط. كأنه عملتهم للطوق نفس الشيء. وهلا هون بهيدي الطنجرة نحط بس. مزبوط. نقوي شوي النار. لا هلا بدي احط شوية بصل، شوية ثوم، شوية زنجبيل، قليهم برجع بحط الرز. البصل كمان عم نستعمل زيت البصل اللي قبل شوي حكينا عنه. مطحون. مطحون مش مفروم. مطحون على الاخر، حتى مش مفروم، مطحون على الاخر. عادة كيف تعملون للبصل المطحون؟ مشي بس قشرت البصل وطحنتهم على الماشين. او في ابرشهم بالمبرشه. اوكي. بس انه على الماشين اكيد اسرع. الماشين على الاخر بيكون. ما عم بتطلع انه هول ما فينا نعملهم هيك بالقص. لا اكيد لا. او بدك تكون قاعد مصاب يعني تفرم المفروم تبع المفروم. مزبوط. عم نشوف هون الدجاج عم ببلش يتقلب. صح. وكمان عم نحضر المقليه تبع الرز. يلا هلا ححط البصل هون.
بدنا نقسمهم بين الاثنين، يعني المقادير اللي عم نشوفها بدها تكون للدجاج ولل مزبوط. بس اكيد اكيد بالرز ما بدي الكميه الكبيره مثل ما للدجاج، يعني ربع الكميه حتكون للرز، يعني تقريبا نص بصله للرز وبصله ونص للدجاج. فهلا ننطر حتى البصله شوي تتقلى. الزنجبيل شوي طعمه قوية، ولكن يمكن بس نحطه بالاكل بتخف. هو طعمته قوية، بس هلا بوجود الكريم فريش والبهارات اللي انا حكون عم حطها رح اخذ طعمة الزنجبيل، بس مش انه بحديته، يعني حتحس لي طعمة الحر، بس مش مثل ما يكون الزنجبيل عم ناكله هيك دغري او عم نغليه لسه بالمي تبعوله. يعني هن اساسا الثوم والبصل طعمتهم قوية والزنجبيل طعمته قوية، كله ثلاث طعمات يعني مع بعض كمان. إيه بس هلا بتشوف جوزيف قديش هالثلاث طعمات عن جد بيعطوا نكهه كثير طيبه للدجاج، يعني عاده معروف الدجاج اوكي، لحمه اوكي، معروفين طعماتهم، بس الصوصات هن الاساس يعني اللي بيطيبوا الاكله ولا لا. فهون البصل بلش يدبل، رح حط شوية ثوم، كمان حصين ثوم تقريبا، مزبوط ثلث الكوانتيتي، ثلث الكميه مزبوط. وهلا رح حط كمان زنجبيل. بنذكر اللي ما عنده زنجبيل فريش فيه يستعمل البهارات. البهارات صحيح. او المطحون. هلا رح ضيف البصل هون على الدجاج. هي الملاي تشيكن بعتقد معروفه اكثر شيء يمكن بهول الطعمات القويه. مزبوط. يعني عادة دايما لما نروح على الأكل الآسيوي منروح على القوة والحدية والحر والبهارات، دايما منشوف الجنجر موجود مزبوط، يعني البهارات أساس فيهم. هلأ هون حطيت البصل مع الدجاج، هلأ بقلبهم، برجع بضيف الثوم، برجع بضيف الزنجبيل. هلأ اللي بدنا نعمله هون بما أنه تقلوا البصل والثوم والزنجبيل رح ضيف الرز. رز أكيد نستعمل رز امريكي او في استعمل كمان رز، مهم يكون رز حبه طويله. اكيد غسلتهم، فينا نكون نقعينهم، اذا نقعينهم لكل كبايه بنحسب كبايتين من المرقه، مرقه الدجاج، او اذا ما كنا نقعينهم بنحط للكبايه كبايتين ونص من المرق. بنقلب الرز بهيدي الطريقه كاني عم قليه، وهيدا الشيء اللي بيساعدنا انه الرز ما يخبص معنا او ما يجبل معنا، ما يلزق الحبوب ببعض. مزبوط. وكمان هيك بذات الوقت يعني عم بفوت الطعمات بقلب الحبوب. صحيح. فمنقلبهم شوي صغيره هيك قبل ما اضيف لهم المرق، لكل كبايه كبايتين ونص. انا حطينا تقريبا كم كبايه كبايه رز هلا انا هون عم بعمل، يعني تقريبا بدي كبايتين ونص من المرقه. هلا هون البصل مثل ما شايف جوزيف انه البصل بلش يكب ميته، اوكي، وهيك شربوهم للدجاجات. هلا رح ضيف الثوم حتى كمان الدجاج يشرب من طعمه الثوم او ياخذ من طعمه الثوم. بلشنا نشم روايح الدجاج والثوم والجنجر والجنجر، وروايح كثير طيبه يعني. يعني الغريب فيها هيدي الطبخه، برجع وبقول انه صحيح فيها الباز الآسيوية، بس داخلها الكريم فريش بالآخر، يعني حتكون ميكستشر، يعني مثل نوع من الفيوجن كويزين، يعني ميكستشر بين الاثنين. هو بعتقد الفيوجن كويزين معروف بدمج طعمات مع بعض تيطلع شيء مش كل العالم ممكن تحبه، بس كمان شيء كثير طيب. مزبوط. يعني بنشوف كمان السويت اند ساور، هو صوص آسيوي بفوتوا فيها اناناس. مزبوط. وفي عندنا كثير من غير يعني في الكاجو كمان، الاناناس، الذرة، حتى يعني نحن لما نعمل دجاج بالكاري وهيك بنفوت الموز، بنفوت التفاح، يعني الكوكونات حتى بحد ذاته، يعني هيدول الميكستشر، هي الميكستشر بحد ذاتها فيوجن. هي حتى بالسلادات يعني صرنا بنفوت المانجا، عصير المانجا بنفوت، حتى الافندي، ايه يعني هول كلهم. هلا زدنا المرقه على الرز. ايه زدنا المرقه. مزبوط، زدت المرقه هلا على الرز. هلا بنطر حتى يغلي، اكيد بملح، بننتبه للمرقه، اذا المرقه تبعونا مالحه بننتبه لكميه الملح اللي بدنا نضيفها. اوكي اوكي، واذا ما كانت مالحه الكميه العاديه اللي يوجولي نحن بنضيفها، بدي بس ملعقه صغيره. فمنضيف الملح على الرز، بس تبلش تغلي منغطي الطنجرة ونعير وقتنا تقريبا بين 10 و12 دقيقة. هلأ هون رح ضيف البهارات، بما انه البصل والثوم
وزنجبيل تقلو. هلا علينا نضيف البهارات. فاذا رح اذكر شو هن البهارات: رشه هيل، كزبره يابسه وكمون، ملعقه صغيره من كل وحده، كزبره يابسه وكمون، رشه بهار ابيض. وفي يكون عم بحط كمان اذا ما عندي هولي، عندي المكسشر تبع بهارات الدجاج بيكون فيه من هولي كله. اوكي، يعني او بهارات الدجاج او اذا عندي كل وحده من هول بحطهم كلهم سوا. رشه ملح والملح منقلبهم كثير منيح، يعني مثل ما عم نشوف طريقه كثير هينه، بس تنعرف نحط المقادير بالدور. يعني ما كنت عارف انه البصل قبل الثوم. بصل قبل الثوم. رح ارجع عيد هلا على السريع، بركي في ناس ما بلشوا معنا او في مشاهدين ما بلشوا معنا من الاول. فاذا نحن اليوم عم نحضر شيء اسمه ملاي تشيكن. ملاي تشيكن هو كنايه عن صدور الدجاج او فيهم يكونوا فخاد الدجاج. بنقليهم اول شيء بشويه زيت، شويه سمنه او زيت وزبده او بس زيت، او في حتى ما حد زيت، يعني اذا كانت الطنجره تبعولنا ما بتلزق فما في مشكله ابدا اذا عم تطبخوا هيلسي. بنقلل الدجاجات، من بعد ما نقلل الدجاجات بنضيف لهم بصل مطحون، بنقلب نرجع منضيف ثوم مطحون ومنقلب وزنجبيل مطحون ومنقلب لحتى ياخذوا بعضهم كلهم سوا. ونص الدجاج والبصل والثوم والزنجبيل اخذوا بعضهم، بنرش لهم البهارات. البهارات اللي هن كنايه عن كزبره، كمون، رشه هيل، رشه بهار ابيض ورشه ملح. هلا قلبتهم كلهم سوا مع بعضهم، بس نحس انه هيك ريحه البهارات بلشت تطلع، ساعتها منضيف لهم شويه مرقه، يعني تقريبا عن كبايه ونص او كبايتين من المرق، لانه ما بدي انسى انه بدي ارجع اضيف الكريم فريش. ونحن لما نضيف الكريم فريش، الكريم فريش بتخليها للصلصه تعقد، يعني غير انه تبيض وتاخذ طعمه طيبه، كمان رح تخلي الصوص تكمش تشد. اوكي، فكبايتين من المرقه تقريبا، ننطر حتى تبلش تغلي المي وبضيف الكريم فريش، بتركها 10 دقائق على النار تقريبا. بنرجع بنضيف رشه البقدونس وكمان دقيقتين ومنطفي حتى البقدونس ما يتغير لونه، يضل لونه اخضر وفريش. هلا هون الرز، بالنسبه للرز نفس الشيء، بلشت قليت بصل، رجعت ضفت الثوم، رجعت زنجبيل، رجعت ضفت رز امريكي اكيد كنا نقعته من قبل. لكل كبايه رز بنحط كبايتين من المي اذا منوع، كبايتين ونص اذا مش منوع. المي يعني مرقه الدجاج مش مي عادي، واكيد رشه ملح. وهلا رح غطي طنجره الرز، بده تقريبا 10 دقائق على النار وبيصير جاهز. هلا هون غليت المي، نحن بالبيت اكيد فينا ننطر اكثر عليها، دائما هيدا اللي بقولها انه نحن على الهواء ما معنا كثير وقت، بس مهم نمرق الفكره. ننطر تقريبا مثل ما قلت 10 دقائق على الدجاجات حتى يستووا مزبوط حتى يشربوا المي والصوص. المي والصوص نرجع بنضيف لهم الكريم فريش، لانه الكريم فريش بنفضل انه ما كثير تضل على النار لفتره طويله. اوكي، فانا هلا حضيفه كريم فريش، فينا نستعمل مزبوط كوب من الحليب، صحيح انا اللي ذكرتني اقول كوب من الحليب مع ملعقه صغيره من الكورن فلاور، بندوبهم على البارد ونرجع بنضيفهم لهم. ما في لزوم نحط معهم زبده لانه اوريدي انا حاطه بالكعب زبده او سمنه لاني قليت فيها الدجاج. اوكي، في كمان الزبده بتشد، مزبوط يعني بتشد مش بتعقد، بس انه مش مثل الكريم فريش. هلا ضفنا الكريمه، هلا هون بهالمرحله كمان بننطر شوي صغيره، نرجع منضيف البقدونس وبتكون نتركهم على النار. قد ايه بنخلي الكريم فريش على النار؟ الكريم فريش بدها ماكسيموم بين 5 و6 دقائق، هيك بتحسها بلشت تتعقد وبتصير ردي انه تتقدم. انا شايفه الطبخه كلها بتعقد. يلا هي عم شوكي بلشت تغلي كمان. مزبوط بلشت تغلي، هلا بضيف لها البقدونس. برجع وبقول انه بالبيت مش هلا قد على السريع، يعني تشيلهم على النار، يعني طول شوي عليهم تحت الدجاج يستوي مزبوط، حتى الكريمه تعقد مزبوط والطبخه تاخذ بعضها، يعني تاخذ عشقها مثل ما بتعشق بعضها مثل ما لازم. بنتركها على نار خفيفه، دائما طبخوا على نار خفيفه لو بدها تاخذ 5 دقائق زياده وقت، بس تطلع الطبخه 100% مثل ما لازم. شوف دائما بنقول طبخوا على نار خفيفه،
شو السر طبعا النار صح الخفيفة. لانه النار الخفيفه بتخلي مثل ما قلت لك انه الطبخه تعشق بعضها مزبوط، الدجاج يشرب البصل مزبوط، البصل يتكرمل مزبوط، يعني هيك على رواق. فرق ما تكون انت عاطيها نار قويه بصير تحترق اكثر مما هو فعليا عم تنطها مثل ما لازم. فمشان هيك على طول بنقول طبخوا على نار خفيفه، وعلى نار خفيفه حتى كمان هي الطبخه ما تسبقك، يعني نكون عم نحضر شيء بغفله عين ممكن تحترق البصله او فخلينا على نار خفيفة نشتغل على رواق و كله ياخذ وقت مزبوط بوقت فينا نكب شيء. هلا البقدونس هيدا البقدونس 3 دقائق من بعد ما نضيف البقدونس ومنطفي تحتها بيكون الرز صار ردي. بلشت الريحة تطلع وريحة كتير كتير طيبة، يعني بين البهارات والجنجر والكريم فريش عن جد يعني عم شم كتير قصص جربوها. جربوها بس جزاك بدي اقول شغله بما انه خلصت الفقره تبعولنا، بس خليني اقول شغله هيدا الشيء ما خصه اليوم بالفقره. صحيح انا اليوم جايه وعم اقدم مثل العاده الفقره تبعولي، بس عندي تمنى وترجي وما بعرف اللي بدكم اياه. اعملوا معروف يوان، اكيد كلكم سمعتوا عنه، هيدا الصبي اللي صار معه اكسيدان، هيدا الاكسيدان خلاه يفوت كوما. بليز 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 كلكم صرتوا تعرفوه وصار عايش بكل بيت، بطلب منكم ترجي ترجي خاص وتمني عليكم صلاتكم تكون لإله، دولوا شمعة لأنه ما في إلا الصلاة هي اللي بتشيله وبترجعه لأهله. بترجاكم بليز اعتبروه ولد من أولادكم، اعتبروه ولد من أولادكم، هيدا الصبي بحاجة لصلاتنا وأكثر من هيك ما في يقول. عن جد أكثر من هيك ما في يقول، يعني أنا واقفة على إجري هون بس راسي منه هون. أكيد ما رح أقولها غير هيك، رح أقول غير أكيد هيك. نادين يعني بالنهاية سلامته أكيد، ومنجرب نحن نوصل للعالم كمان رسالة إنه أكيد الحياة حلوة ومنضحك، ولكن دايما في عنا مشاكل، وإذا قادرين نساعد بعض لو بصلة صغيرة لو إنه نفكر بالموضوع نهتم أكثر بأولادنا، هذا كمان كله بيأثر. ميرسي كتير إليك نادين وعلى المراية تشيكن كمان. أحلى صباح بيكمل ولكن بعد بريك قصير.